في الجيم معناها خطير جدا. اقسم بالله الدراري دخلت بزز ماشي عبد الله فطراجي عبد الله ماشي طلاجي سمعتوا الدراري بسم الله الرحمن الرحيم صاف ما تقدرش تدري والله كلكم ما تكونوا سمعتوا فيلم ديال السجين ماشي الفيلم التركي اللي فيه 6 الاجزاء واللي خرج ما بين 2014 حتى 2019 بل سجين الاندونيسي اللي خرج في 2023 في شهر 11 واللي باقي ما كاينش لا في المغرب ولا حتى شي بلاصه من غير اندونيسيا وماليزيا حيت انا هذا الموضوع نيت درنا عليه فيديو هذه شي جوج اسابيع اي الفيلم فيديو حاليا حصد اكثر من مليون مشاهده فين هذا الفيلم كانوا عليه شائعات ديال انه عامر سحر اسود حيت كيصايب اي واحد تفرج فيه فراه كان كيتقرا القران فيه وتا القصه ديالو شويه مشيت ليه فوسط هادشي قرر اليوتيوبر بالنسنس اللي مشهور بالمغامرات اللي كيديرها من اكل وتحديات اللي صايب عليك تتخيله قرر يدخل لمكان مهجور ويتفرج فيه في هذا الفيلم غالبا يكون تفرج في النسخه التركيه ولا احنا غنتعرف مازال ما درتش عليه عكس خويا فاروق هذاك الفيلم باقي ما تمش الاصدار ديالو بالخطوره ديالو باقي ما حاطينوش علاش كيعلموا فيه السحر فهمتيني شحال شي حوايج الخيال العلمي راه ما نصحش بنادم يتفرج فيها تفرج فيها صبر هرب ليا انا بعد هذاك الفيديو خويا واحد اندونيسي صوره مشى للسينما وصور الفيلم كامل فيلم فيه شي ساعه ونص هادشي اللي كاين حنا في هذا الفيديو غنحاول نعطيكم تفاصيل اكثر حول الفيلم بالاضافه لاننا رياكتيو على المغامره ديال بنسنس كيفاش فرش الفيلم وفي مكان مهجور ونشير لواحد الصداع نايض ليه دابا اي بنسنس راها مقلوبه عليه ديال بصح حنا قلتي باغي نطيحوه مور واحد الفيديو اللي داروا مشى فايرال ديال سيد عبد الرحمن في الفيديو اللي دار حصد اكثر من 2 مليون ديال المشاهدات وهاد الايام الاخيره ريبو في سيد عبد الرحمن كامله يعني بحال قلتو كاع السكان ديال تما ولا كاع الناس اللي كانوا خدامين تما ناضوا ليه ما نشوف بالمقابل بغيت اي واحد كيتفرج يخلي شي لايك وشي كومونتير ونخليكم معاه ونكسب هاد اللي كتعتبر واحد من احسن المواقع اللي بغيتي تلعب على الفرق ديالك المفضله هو ضروري ما تركزوا على ثلاثه الحوايج اول حاجه وضروري مهمه ضروري ما تكون في 18 عام ثاني حاجه اللينك كيخدم معاه في المغرب وثالث حاجه ما تنساش تخدم البرومو كود ديالي فرح 11 باش يعطيك 130 دولار ونصحكم حتى واحد الجروب تيليجرام اللي هو هذا اللي كتعتبر احسن جروب كاين الا بغيتي تلعب على الفرق المفضله ديالك اخليكم حتى هو في الديسكريبشن ديكاس اي واحد مشاهد وما عندناش مع الكسالة نبداو بأننا نتذكروا شنو قلنا في الفيديو اللي فات كنا قلنا انه في الاصل سجين فيلم تركي في 6 الاجزاء في شهر 11 من العام اللي فات اي 2023 خرجت النسخه الاندونيسيه ديالو اللي كانت انسبيريا من السيري التركيه ما تنساوش ان اندونيسيا اغلبيه السكان ديالها مسلمين دونك بغاو يجبدوا جانب الديني دونك جبدوا القران الاسلام في داكشي ديال الخلاع فين وضحنا انه من الاسم ديال الفيلم كيبان ديال الرعب نظرا ان سجين كتعني الارض السفلى كاع قصه الفيلم كتدور على واحد البنت غتغرم بواحد الشاب ديجا مزوج وداير عائلته مع ذلك ما بغاش تحيد الفكره من دماغها ديال انها تفارق عليه ولا تنساه فلقات الحل الوحيد امامها هي تسحر ليه داكشي اللي دارت ومن تما بداو المصايب فين في الكوفر ديال الفيلم نيد اللي كاينين جوج كتبان لك السيده ممسوخه تمسخات في واحده من الكوفرز كتبان لك عليها التام كحل مكتوبه فيه ايه الكرسي بالذهبي ولا بالصفر ايه اللي كتستعمل باش تبعد عليك الارواح الشريره والجنون كما وضحنا وشرنا في النسخه الاندونيسيه ديال الفيلم واللي هي اللي عليها الضجه كامله ماشي تركيا باقي حتى شي واحد في المغرب ما تفرج فيها اللي يكذب عليكم اي واحد حيت بقى في السينما ديال اندونيسيا وماليزيا حاليا كاين على النسخه التركيه اللي تقدر تستهلك انت باي ذا واي الا كان شي واحد ساكن في اما ماليزيا ولا اندونيسيا يخلي لي ايميل ولا ميساج في هذا الفيديو نحاول نكونتاكتيه باش نحاولوا فعلا نشوفوا هذا الفيلم علاش كيدور بما ان حتى شي واحد مازال ما تفرجش فيه فهو الايميل ديالي الا كنتي ساكن في اندونيسيا ولا ماليزيا صيفط لي ايميل المهم هنا فين جاب النسنس ودار فيديو مش عا كيتفرج في السجين بل طلع النيفو ومشى تفرج في مكان مهجور قبل ما رياكتو على الفيديو ديال بنسنس وبار ريسبي يا خوان كيف قلت لكم النيضه ديال بصح على بنسنس بسبب الفيديو ديال سيد عبد الرحمن ما كان اللي كاين في كازا وكانت عليه الشهره ديال انه كيتم فيه السحور والى اخره لكن ديجا ودوين عليه في الفيديوهات ديال نبيل فليكس في ايام ديال الصداع اللي كان ناض ما بين مروه لاود والارتيست السيد عبد الرحمن غيهدموها هذه شي 3 ايام 4 ايام لواحد من الاسباب كان هو فيديو ديال بنسنس نيت اللي حصلت 2 مليون ديال المشاهدات فحال قلتو ناضوا عليه كاملين فراه حاليا ماشي بعيد تبداو تشوفوا اخبار كتخرج على بنسنس شي مصايب يحاولوا يدخلوا فيها ويطيحوه باي طريقه نظرا انه وحيد لهم داك الشيء ولا كان سبب كبير كان ضروري من الاشاره لهادشي باش تلقيتي شي منشور على بنسنس تعرف علاش لاحوه ولا قراه جوج مرات وشوف واش فعلا دارها ولا بسبب هادشي حدا شرط لهادي وبنسنس كيبقى واحد السيد اللي عندي معاه كونتاكت كندوي ديما اقل حاجه نشير لها نقول له شبغوا نديروا فيديو على هاد القضيه الراسه يعني المشكل ديال بنسنس مع هاد السيد عبد الرحمن حنا دابا ندوزو الرياكسيون ديال السجين اوكي صول اخوان نديروا الكاسك ديالنا كيف ما كتشوفوا هنايا قال لك في الليل داخل اكبر فندق مهجور كيمارسوا فيه السحر تفرجت في فيلم سجين دونك كيبغي يوضح لنا انه مشى في الليل لواحد الفندق مهجور وكيدير فيه السحر وتفرج في سجين شحال من العوامل اوكي نبداو نتفرج
اول حاجه ما قلتهاش لكم هي انا كتبع الجديده ولا الجديده قصد بها المدينه الجديده دونك هاد الفندق كاين جديده اوكي نيت كيما لكم البحر كذا هو الفندق مثال الفضائي تحت البحر ها هو الدري لطيش شو هو هذا قسم تدخل لي بالليل قسم بالله الدري دخلتها بزز شوف 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 دخلها بزز حيت هنا كاين الدري العساس عيط عليا البوليس ويلي ويلي كنضرب عليه البيل خوان والله تا بالنسبة لسان غير عادي أول حاجة غادي في الليل في الشاف البرد غادي بلا تريكو الفوقاني غادي عب كاميرا وغادي مغلها كاين عساس تما زعما بالنسنس الباب اللي ما عرفتوش فين كاين الباب اللي ما عرفتوش فين كاين ملي كدبر على البلايص البيل غايشوف البيل غادي يعيط يعيط على الحياة ديال البوليس غادي كيضرب بيل لتحت صحابو اللي بغاش يشبار ولا شي حاجة فهمتوني أنا قربت 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 نصلو الجيوغرافي خلي هادي واقيلا هي اللي كتبين الباب الدراري غادي نلقى الباب عاد نبارطاجي معكم شنو كاين دابا خاصك تكونسونطري القلب دابا واش كاين شي انسان عادي يفيق ليك كدير تكون شي جوج ثلاثة الصباح في جديده حدا البحر ينقص لشي اوطين مهجور فيه الساس ويضرب البيل لتحت باش ما يشوفوش ويبقى يقلب باش يتفرج فيلم داخل الاوطيل وتصير ابسط حاجه في الحوايج اللي كيدير دابا دخلتي الشندير ولا الاخر المهم الدراري هذا هو الوطيل دخلت لي غير بالزز بغيتي تشوفني الساس ولا واري علاش دخل بلا تريكو واو قال لك مستشفى ديال مصباح حتى جا كنمشي لواحد المستشفى فحالهم لداخل فحالك كما كتشوف راه مهجور راه واو اجي تشوف هذا البني شفت شي 50 عام على الاخر واحد حط رجليه هنا واه الزبله صحيح دخلوا هذه الخدمه البيبان ما كاينينش شفت راسي هنايا شفت راسي انتم لاحظوا معايا الدراري حلوا معايا عينكم مزيان غتلقاو في الورقه مرسوم واحد الهيكل عيت ما زومي عليه في الفيديو ما بغاش يتزوم وغتلقاو في الحيط دخان بحال اللي قلتي الدخان لاصق في الحيط كيديروا مساخات الوالدين الشعواده كيمشيو واحد المنطقه اللي كتكون خاليه فيها مخليه يا اما مثلا الواد الحار يا اما شي دار مهجوره تكون قديمه عندها شي ثلاثه القرون 30 سنه وهذا لوطي اللي راه فيه عنده 2 تسطلع عقود اخي بن سنس قرون 300 سنة قرون كنظن على الغبرة اخويا بن سنس هنايا في اللعيبة هادي وما كاينش كيش داكشي ما تصورش ولكن كيبان لك هيكل هنايا كيبان لك شي هيكل مرسوم نعرف الله عليك يرسم لك واحد الجسم كيدير لك واحد الشميعة وسط القنت ديال الحيط ولا تكون غير في الحيط وكيدير داك الاستحضار ديالو دوك كانوا حاطين هاد اللعيبة هنايا وشاعلين الشمعة ودايرين في هذيك الرسمة اللي بين هوايا باش يستحضروه عجيبة هادشي راه كاين شي رسومات كبيرة ما تعرفوش دير بشر ولا دير كتشدك الضيقة وانت ما كاينش الشمعة صاحبي علاش دابا هذا الدري ما يترممش ما يترممش هذا هو كان بحال هكا باقي كبير كبير بزاف شوفوا هنا هنا الدري غنتفرج في داك الفيلم ديال دير ضجة دابا في قالك انا بلا تشرج في فيلم داخل الدار وداخل الصالون دابا تجمع على كلشي مشيتي طيبتي العشاء وداخل البيت كا هو هي هاد اللقطه عند بنات نتا هنا الدريك غنتفرج في داك الفيلم ديال دير ضجه دابا في السينجي ولا ما عرفتش السينجي بالنسبه للجلد والله حتى الجلد بالرب اختار هو البلاصه فين يتفرج وكلشي 12 ليل زعما راك قلب كاع القناش ما كاينش والو كاع القناش في مكان هذه صاله ما عرفتش شنو هاد الدار منين جيت من هنا غنمشي نسد لهاد البلاصه هادي نشوف شنو كاين فيها ما عرفتش وين جيت يا خويا نسيت يا تعالى غنطلع لي الفيلم ديالي باش ما نبقاش منول الله يطلق الفيلم عاود طلق الفيلم دخلت تفرج في هادشي في بيت مهجور في اوتيل مهجور هاي الصلاه ديال بن سنس الله اكبر هنا كتشوف شنو الزعزعه دخلت تفرج في هادشي اوتيل مهجور صح طفي البيل طفي باش يجي داك الشيء ناضي قال لي طفي البيل باش يجي داك الشيء ناضي قال هذا الرعب راه قالها راه ما حس بوالو ها هو الشعير خزلوا في الظلام على البيل لا هذا هو الفيلم يا اخوان جاب الاصلي والله حتى جابو كاين اخي من نفسه جاب الفيلم الاصلي خويا فاروق هذاك الفيلم باقي ما تمش الاصدار ديالو بالخطوره ديالو باقي ما حاطينوش علاش كيعلموا فيه السحر فهمتيني شحال شي حوايج الخيال العلمي راه ما ننصحش بنادم يتفرج فيها تفرج فيها صبر هرب ليا انا بعد هذاك الفيديو خويا واحد اندونيسي صوره مشى للسينما وصور الفيلم كامل فيلم فيه شي ساعه ونص هادشي اللي كاين دابا الاخوان واش كتخيلوا بالنسنس شي نهار داخل السينما كيتفرج عادي لا خاصو يشد فيلم يدير شي بلاصه اكثر من الفيلم ويتفرج فيه هاري سي بالنسنس اخوان شو هاد النجمه هادي اللي حاطين هنا قدامه ترى ما كاينش شي بلاصه ما تشوفش فيها وتلقى فيها شي ديطاي مشيت للبلاصه اللي فيها النجمه كانت كتولي بالاحمر فيها عين
كمل الفيلم ديالو الين الله يتعافى. طالاميس الله يموت غادي نكملو هنا بالله اسطوره. ماشي عبد الله الراجل عبد بالله ماشي الشيطان الراجل. سمعتوا الدراري والله حتى تحركت شي حاجه هنا بالله والله حتى تحركت شي حاجه هنا بالرب العلي العظيم. طب السيف لك هادشي ما كان خاصها تحرك في شي حاجه راه هو تما كانت شي حاجه تما كنحس بصداع هنايا. اول فيديو دخل دخل غنخرج الدراري والله عرف شي حاجه راه ماشي تله والله العظيم ناس بزاف هادشي اقسم لكم بالرب العلي العظيم دابا بزاف كنحس بالسلسول ديالي ثقيل. او خرج الحمد لله الحمد لله. فكانت هذه هي الرياكشن ديالها على بنس نس. شفتوا كيفاش الفيلم اللي ما بغيش يتفرجوا فيه الناس دخل تفرج فيه وتفرج فيه في خلا في واحد لوطيل في التحت مهجورة دي 50 عام. الاخر تلتكم عجبتكم الرياكشن درنا ابديت على الفيلم. كان معكم فاروق لايف نتلاقى فيديو جاي تلاقوا لي في راسكم. كتقول لي مي امور كنقول لها كارينيا عمري شفتي تشيكا بحالك هكذا ونيا ما كانتش انا وياك حبيبي نديرو نينيا.